اهلا وسهلا بحضرتكم مره اخرى. يسعدني ان تكون مع الدكتوره منى العمر استاذه الطب النفسي. اهلا وسهلا بحضرتك. ايه رايك في الهدوء ده؟ كويس ده جميل. كويس. خليها استشاري بقى علشان استشاري الطب النفسي استشاري عشان لسه ما بقتش استاذه. استاذ لكن هي بالنسبه لي استاذه. وبعدين على فكره الاستاذ يعني هو المعلم. يعني اللي بيعلم الناس درس. حاجه يبقى استاذ. فانت استاذه الله يحفظك يا يعني احنا نقول على استاذنا وعمنا استاذ هيكل نقول الاستاذ. صحيح. نقول كمان على صديقنا الله يرحمه يوسف شاهين الاستاذ. ده ضروري. ده استاذ الاساتذه. هو كده يعني نقول عليه الاستاذ شاهين. واخد بالك؟ لانه هو استاذ. ايه استاذ؟ بيعلم الناس. كل من يعلم الناس هو استاذنا. طب يا سيدي العفو. وانت استاذ كتر خيرك. يعني اخجلتم تواضعنا. لا يا فندم. يا رب نكون بنقول اي كلمتين كويسين. طيب نكمل. يلا الذكاء الوجداني. ايوه يا فندم. وخليك فاكر ان انت اللي كنت متسبب في قراءتي لهذا الكتاب. طيب كويس احنا استفدنا منه كويس. كل الجراير اللي هتيجي من ورا هذا الكتاب. هو في جراير؟ جراير. مش 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 في الوقت القريب، يمكن في الوقت البعيد شويه، بس هتبقى انت المسؤول عنها. انا اعتذر عن الحلقات اللي جايه خلاص. يعني ممكن حضرتك تعمليها لوحدك وخلاص. دايما انت جدع يا محمود. جدع شهم ما تخلاش عن اصدقائي. أيوة ابدا مش كده برضو. ابدا ابدا ابدا. انا ملاحظه. طيب شوف يا سيدي، اختصارا للحلقه اللي فاتت، علشان الحلقه اللي فاتت كانت جامده جدا بالفتة. فخلينا نقول صح كان حلو قوي. انا انبسطت يعني عشان عملت حاجه ممكن جدا الواحد لو يقعد يفكر فيها يعني وياخد بوز كده ما يعملهاش والشاسيه كده لا لا وكده يعني اللي هو ايه يعني، ولكن هو الطعام ماله. لا يعني الواحد لما يقف يطبخ او يشارك الناس على ان هم بيطبخوا، يعني المفروض ده يقلل من ايه بالظبط؟ من العلم الشديد. لا متهيألي الدنيا اتغيرت بقى خلاص. لا اظن كده. اظن كده الناس بتحترم الحكايه دلوقتي كده. ودلوقتي عرفوا ان الطبخ ده علم، يعني في شغل وفي دراسات وفي ابحاث وفي حاجات. يعني في يوم هحضر حاجه على يعني الطعام او الاطعام او ان احنا ناكل سوا. ايوه. والبوند الشديده ويعني العلاقه الشديده اللي تبقى بين الناس وبعضها. صحيح. ثلاثه هنتغدى ما يجي الاب يرجع من الشغل والام تبقى موجوده والولاد كلهم موجودين. ده ليه اصلا؟ صحيح. والاكل ليه علاقه بالطمأنينة. مش بالقعدة الحلوة يعني بس، لا بالطمأنينة. وفي أبحاث معمولة على أنه الأطفال مثلا لما يذكروا كتير في حوادثهم، لو هو بيحكي حدوتة على مزاجه كده ويجيب سيرة الأكل كتير كتير، وأن الصورة اللي محطوطة له بحيث أنه بيشرحها بيحكي عليها الحدوتة ما تبينش ما تتحملش أن يبقى فيها أكل، يعني ما فيهاش أكل بس هو يجيب سيرة الأكل، إحنا بنترجم ده على أنه هذا الطفل يفتقد إلى الطمأنينة فبيستجلب الطمأنينة على هيئة الأكل. وأكلوا وأكلنا وأكلوا وأكلنا. سر عظيم. لأنه كمان حتى نوع الأكل، والأكل ممكن تاكليه يفرحك. صحيح. ممكن تاكلي أكل ينكد عليكي. مش كده؟ يعني بيعمل كل الحاجات دي، بيعمل كل الحاجات دي. لا دي ما أعرفهاش. وبعدين الست طباخة شاطرة وجوزها يحبها أكتر. يعني حاجات يعني الأكل فيه شغل جامد يعني. أكثر طريق. يعني ليه علاقة بتفاصيل حياتنا. صحيح. طبعًا. طيب الذكاء الوجداني حسب الكتاب اللي أنا بفتحه يعني دلوقتي، عالم كبير يعني أو ليه حاجات كتير عملها، بس ابتدى في سنة 91 واسمه لازاروس. وعمل كتاب مشهور قوي اسمه Modern Theories of Emotion أو النظريات الحديثة للمشاعر. واختصارا لكل الكتاب بتاع لازاروس، هو في النهاية عايز يقول إنه المشاعر هي الوظيفة الإنسانية الأرقى، وإنه المشاعر هي محك البقاء. بيختصر بيقول إنه العلم العظيم لم يبقي على الإنسانية، فلما تتقدم الإنسانية في العلم ما أبقاش العلم على الإنسانية. تخسر إنسانية. ما أبقاش عليها. يعني ما يبقى عندك علم عظيم ما أبقتش على وجودها حتى كالإنسانية أو الـ أو الـ أو الـ أو الوجود، ما أبقاش العلم على الوجود. لكن المشاعر الرقيقة البسيطة اللي هي ما تبانش دي، هي دي اللي كانت يعني هي اللي أحيت البشرية. وبيسأل مثلا، هو صحيح أنه أقيم أنه الواحد ياخد نوبل في العلوم ولا ياخد نوبل في الاداب؟
يعني مين تبقى اعلى من مين. هو ما جاوبش على السؤال، هو ما فيش اجابه، هو بيقول ثيوريز، بيقول افتراضات، النظريات. الاديب طبعا. انا عايز اقول لك ان انا قعدت اتناقر في يوم مع صديق، انا اقول له طبعا العلوم اهم وهو يقول لي الادب. لا الادب طبعا. الادب لانه متعلق بالانسانيه، والانسانيه هي الابقى مش العلم. العلم بيتطور، العلم بيتطور، العلم بيثبت. وبعدين انت ممكن تجيبي يعني علم نظريه وبعدين تبوظ، او بالزبط. واحد تاني يعملها بالظبط، انها مش ممكن تكتبي زي نجيب محفوظ خلاص مثلا، انتهت القصه دي مثلا. يعني نلاقي كتاب تانيين حلوين بس مش يعني صحيح. الفكره يمكن انه دايما احنا كده يعني عندنا سرعه في تلقف ما هو علمي لانه ملموس صحيح، فتقدر تفهمه على طول. اما كل ما هو معنوي فياخد منك وقت طويل، او عايز منك جهد علشان تتحسسه ويمكن تفهم هو ممكن يكون اثر فيك ازاي، فمحتاج وقت اطول كتير قوي علشان تلاحظه يعني ان هو اثر ازاي. لما تيجي توصف مثلا نوبل في العلوم، فتبص تلاقي ان كتير قوي من القنوات جايبين نوبل في اللي اخذوا نوبل في العلوم، الاثنين اليابانيين تقريبا. ما لاحظتش ان هم قالوا بقى مين اللي اخذ في الاداب. انت قلت اللي في السلام بس ما لحقتش اسمع. مين اللي اخذ في الاداب طيب السنه دي؟ ما اعرفش يعني، ما نعرفش. لكن ليه قوي عاملين ضجه يعني على، او هم شافوا ان ده اللي يعني يقولوه؟ لانه هنعمل بيه حاجه على طول، اللمض الموفره دي ومش عارفه ايه، هيتعمل فيه حاجه على طول. لكن في الاداب، علشان انا اقعد اشرح لك هو ايه تاثير مجموعه اعمال هذا الرجل، وهي مش على اختراع واحد، هي على مجموعه اعمال عاده بتبقى كده يعني، مفيش عمل اديب هو ده اللي هيدخله نوبل يعني. لكن هي هتبقى مجموعه اعمال، ايه قيمتها وحركت ايه في البشريه وعملت ايه وقت طويل. يعني وقت طويل حتى في انه الواحد يشرح هو ليه استحق نوبل في الاداب. فهي صعبه جدا يعني الحكايه. لكن لما نيجي نتامل برضو انه، خلينا مثلا نقول انه اي حاجه بتقيسها بالعلم، بتفندها بالعلم القح يعني، تلاقيها ممكن جدا ما تنفعش، وان وجودها الوحيد هو انك تقيسها بالوجدان. يعني مثلا ايه اللي يخلي حد يتحمل انه يراعي حد وهنا على وهن؟ ليه؟ ايه اللي يخليه يعمل كده؟ وفصاله في عمين بمناسبه ايه يعني يعمل كده؟ هيستفيد منه ايه؟ ولا اي شيء الا الوجدان يخليه يحتفظ بهذا الكائن ويهن من اجله وهنا على وهن. مثلا لما مثلا تقول ان اوهن البيوت لبيت العنكبوت، هتستغرب. وبعدين يطلع درع للرسول وصاحبه، اشمعنى يعني؟ انا اتصور ان هي رمزيه كبيره ان الواحد ما يستهينش حتى باوهن الاشياء. فالحاجات الرقيقه اللي تفركها كده بصوابعك، ده ادب رفيع يا شيخ. دي ثقافه. ده ادب رفيع يعني، ده العلم اللي بيعلمهولنا ربنا يعني. صحيح. حاجه ثانيه، حاجه عظيمه، حاجه ثانيه خالص. وبعدين يعني اللي هو تروح عامله كده بايديك يعني ما تلاقيهوش، العنكبوت نفسه وبيته، لكن يبقى في صوره اسمها العنكبوت طبعا باسم طبعا. دي حاجه غريبه قوي يعني، ده ليه؟ فكل ما الواحد يقدر، كل ما هو بسيط، وهن تتصوره، وهن تتصوره ضعيف، تتصوره متواضع، تتصوره ملوش قوة بطيشة، ما تتصوره ما ينفعش في حاجة، ثم تكتشف بعد ممكن وقت انه لا ابدا، ده هو ده بينفع، بس لازم تلاحظ فترة من الوقت، مدة طويلة. بعدين بيت العنكبوت ده لما يكلبش في فريسة ما يسيبهاش ابدا. يعني تروح فين دي منه؟ وهي حرير يعني، حاجات بسيطة، حتى مش زي الحرير، اضعف. لما مثلا بستغرب انه يعني مثلا انا افتكرتك وانا بقرا الكلام ده، لان مثلا لما بقول لك ايه، بس انت بتقري الكلام ده وانا بقرا كلام معلش لا في حاجه من ده. طيب بتقول لي لما يبقى عندي رمز اعمل بيه ايه؟ طبعا. فافتكرتك وقعدت اضحك تاني. صحيح، لما يبقى عندي رمز اعمل بيه ايه؟ يعني ايه فايده الرمز لما كنتش هعمل بيه حاجه؟ ملوش لازمه. لا ازاي؟ يعني الرمز يبقى انا عملنا بيه ايه؟ عملنا، ما احنا جاوبنا على اي حاجه. ما احنا جاوبنا، اتكلمنا فيه، لكن كويس. هو مش هيبقى تعمل بيه حاجه انيه، انت هتعمل، هو هيحرك لك شيء بعد مده تفهم كويس. هو اثر فيك ازاي. تمام. تمام. فهو مش ضروري تصنع بيه حاليا انيا شيء يعني. لما برضو الواحد يتامل انه لما قصه قابيل وهابيل،
هو وانا بحكيها لبناتي مثلا هم صغيرين كان لازم اطلع لهم جزء علمي كده انا مش عارفه جبته منين بس انا ورثته كده. هو الكلام بيجي كده انه ايه قربانين، واحد استخسر انه يعمل قربان احسن ضحيه يعني او اضحيه فيهم فاختار اوحش كبش وحطه، والتاني اختار اعظم كبش وحطه، وانه علشان نقعد نعلمهم يعني انه لما بتعمل حاجه لله ما تديش الحاجه اللي ما انتش عايزها يعني مش دي اقيم شيء، فما تديش الفستان القديم مثلا او اللعبه القديمه لانك مش بتديها للشخص انك بتديها لله. فممكن لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ايوه مش اديني القميص المقطع. طب ما احنا هنرميه يعني اذا ما اديتوش هنعمله ممسح هنمسح بيه، انما انما ادينا القميص اللي بتحبه. صحيح. فبحكيها كده. وبعدين لما براجع تاني هو منين انا اتاكدت انه فعلا هي دي الروايه، انه القربانين واحد منهم كان سيء والتاني كان جيد. لو انت متاكد قول لي، لكن انا الحقيقه ايوه طبعا متاكد. متاكد طبعا طبعا. دي متقاله منين؟ ما القصه اللي مش التفسير بتاعها طبعا فعلا طبعاً. طيب واذا اخذنا الكلام على نصه الضيق جدا من غير تفاسيره، لان انا بس انا مش متاكد انه التاني قدم يعني عجل ضعيف. ايوه هي دي النقطه اللي انا بتكلم فيها. لا مش متاكد من دي. انا بقول لك انا كنت بطلع لها منطق، حاجه رخيصه يعني. هي رخيصه، حاجه رخيصه مش ضروري عجل. عجل. لكن رخيصه. قدم قربان رخيص. رخيص. طيب. والتاني قدم قربان عظيم يعني اعظم حاجه عنده. طيب انا ما لحقتش اطلع الايه، لكن حسب ما انا فاكره الايه ما قالتش كده بالظبط. لا ما قالتش، ده مش تفسير. مش لا 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 طيب خليني في لا الايه. لا تقبل من احدهما. ايوه مش كده برده، هو ده اللي انا عايز اوصله. لا هو ده اللي انا عايز اوصله. لا تقبل من احدهما ولا تقبل من الاخر. يعني لما شرحوا لنا قالوا لنا كلام بالزبط. انما ده شرح تفسير يعني بالظبط. لكن احنا انا ممكن اقف عند دي واقول انه ما يمكن الاثنين كانوا كويسين يعني. قول زي ما انت عايز. قول. طيب افرض ان الاثنين كانوا كويسين، الغلطه كانت في انه قدم قربان رخيص، فهي دي كانت الغلطه فلم يتقبل منه. ما اعتقدش. انا اتصور انه الغلطه في الانسان ده انه تساءل حسب ما عقله ومعرفته قالت له. يعني لما تقبل من قبيل هابيل وما تقبلش من قبيل، اتصور ان قبيل مشي حسب ذكائه العقلي مش ذكائه الوجداني، وقال لنفسه ايه ده يعني اذا 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 كان في قربانين فليه تقبل من اخويا وانا لا. فذكائه العقلي قال له اذا علشان يتقبل مني المره الجايه اخلص من ده، فلو خلصت من ده يبقى مفيش مفاضله فبهتقبل مني. والله ده تفسير جديد يعني حسب يعني علمي. انا اقول زي ما يعني انا عايزه تفسير. لا مش زي ما انت عايزه. لا اقول زي ما انا اقدر افكر وبعدين حد يقول كلام تاني يقول لي اللي انت بتقوليه مش يعني صحيح. قولي لنفسك مش للناس يعني. اقوله لنفسي تفسير القران له رجاله يعني، وهو مش بيتفسر خالص يعني. مش ضروري نبقى خايفين قوي كده يا محمود. انا عندي بسال سؤال. لا لا مش خايفين. لا بس مش عايزين نقول للناس احنا. لا انا ما اعرفش الكلام ده، انا بقول انت جالك احساسك احساسك حسيت ان الايه دي ممكن تدي المدلول ده. وبنعمل ايه بقى؟ ممكن يكون هو فكر كده. لو نسال حد من المتخصصين هل ممكن تدي المدلول ده، هل في حد قال الكلام ده ولا ما حدش قاله، وهكذا يعني. او ممكن يكون غلط خالص. مش بنفسر قران بالظبط. لا لا انا ما انت احساسك وداكي. انا مش بفسر للمعنى ده. انا بفسر، انا بحاول افهم هو قبيل ده كان حاسس بايه؟ هو ليه عمل كده؟ ليه عمل كده؟ انت بتساليني؟ لا بسال نفسي. بسال نفسي هو ليه عمل كده؟ هو كانت المشكله على الزوجه يعني. كمان يعني ما دي تفاصيل بقى يعني. هم اخين توأم. لا دي الحدوته المتعارف عليها. ما فيش غيرها دي عندنا. طيب ماشي انا برجع للنص الايه اللي هي ما فيهاش كل ده. تقبل من احدهم. ما فيهاش كل ده. ما فيهاش كل ده. ما فيهاش قربان رخيص وقربان ثمين. لا لا لا. وما فيهاش كانوا بيتخانقوا على زوجه. ما فيهاش الكلام ده خالص. انا لو اخدت دي بس، انا واحد هناك في عالي البحار بقرا دي وبس، وما اعرفش بقى جميع الحوادث القصص اللي كانت المعنى ده. خلاص ممكن يوصل للمعنى ده. طيب. انه ايه اللي يخليه يتصور انه يعني هو ايه المنهج اللي فكر فيه فاداله قرار انه يتخلص من اخوه؟ هل ده قرار بناء على ايه؟ بناء على مخه عقله، ها هنا الذكاء العقلي يعني، او انه يعمل عقله في انه لو انا عايز القربان يعني يقبل مني المره القادمه اذا يبقى مفيش مفاضله، مفيش حد تاني معايا فازيحه فتقبل مني انا. افرض طب ماشي
هي دي غلطته، هي دي غلطته، انه تصور انه مخه والعلم، مخه والمنطق اللي هو بيتصوره، المنطق العلمي يعني، هيوصله للنتيجه اللي هو يعوزها. ده مش صحيح، مش صحيح. هو الله يفعل ما يريد فتقبل من اللي هو عايزه. صحيح طبعا. ويؤتي يعني ويؤتيكم يعني ويرزقكم من حيث لا تحتسبون. فما حدش يسال حد انت ده يدي الحلقه بالبلاء ودان ليه، هو كده ده ملناش دعوه. وانه ده يا عيني ما عندوش امكانيات عظيمه يعني، ليه ربنا يعني موسع عليه كده وبيدي يعني ما يستحقش، برضه ملناش دعوه، ملناش دعوه خالص. ولما يبقى عندي 99 نعجه والتاني عنده نعجه، ملناش دعوه ب 99 بتوعه. فنحكم زي الحكم المفروض، ملناش دعوه ان هو راجل عنده 99 فنقول له عشان انت عندك 99 انت يا اخي سيب له النعجه. يعني أيوه. فهي نفس تقريبا الفكره، انه لو الحكم بالعلم القح ما يوصلكش للحقيقه الانسانيه. اما الادراك الوجداني هو هنا اللي ليه دور كبير. صحيح. ما سيدنا محمد لما حكم قال لهم ممكن يكون في واحد فيكم الحن من الثاني فاحكم غلط. ده سيدنا الرسول. فممكن واحد يعني يخني في الكلام يعني. وبعدين تيجي في انه يعني بعد كده قصه الغراب مع قبيل ثاني، هو هنا يعني بيقول يا ويلتي، يعني ان هو الغراب عرف يداري سوءة اخيه وهو ما عرفش. زعلان قوي انه يعني ما كانش فطن العقل بحيث انه يعرف الفكره دي اللي عرفها غراب. فعجباني يعني الترتيبه. يبقى ايه اللي يخليه يقول كده في حكايه زي دي؟ واحد قتله بيخلص منه، يفرق معاه في ايه ان كان يدفنه ولا ما يدفنوش؟ ده قتله خالص. زعلان على دفنه وما زعلتش على قتله؟ ده انت غريب. لكن انا اتصور انه كان بيحدث نفسه بانه طلع قليل العلم، ما كانش فاهم حاجه، ما فهمش حتى يدفنه ازاي. يعني يخبيه ازاي، يعني حتى يخفيه ازاي، ما عرفش. فهو هنا كان ده الشخص اللي هو قليل العلم، لانه مهما كنا علماء لن يؤتينا الله علما الا قليلا. صحيح. وكمان هو اللي طلع قليل الوجدان، يعني في ذكاء الوجداني وذكاء العلمي. ومع هذا عمرك ما تلاقي حد مسمي ابنه هابيل، لكن في ناس كثيره مسمين ابنهم قابيل او عائلات حتى في اوروبا. يعني انا عندي صاحبتي الظريفه جدا في امريكا، هي اسمها كاتلين كين، وكين يعني قابيل، فنقعد نضحك اقول لها انتوا كمان بتسموا قابيل؟ مش ده اللي كان مجرم؟ لا، عندنا ممثلنا الله يرحمه العزيز الغالي صلاح قابيل طبعا، يعني مشهور قوي. وقابيل قابيل السفير، السفير نوال حسنه اسمه يا خبر. طيب. لا معلش طيب معلش، عشان اصل الدنيا لخبطت في المسؤولين كتير قوي بقت. لا في محمود ابي. أيوة محمود ده ممثل. أيوة. زمان صاحبنا. أيوة أيوة. ده كان لواء في الجيش وكده. طيب. محمود ابي. لا طبعا. فاقصد اقول ان الناس غريبه، يعني احنا غراب فعلا، ازاي نسمي قابيل؟ ليه نسمي قابيل؟ ما احنا عارفين الروايه، ما نسمي هابيل، لكن ده صحيح ما نسميش هابيل خالص. يعني ما نسميش هابيل. اقصد اقول لك ان كاننا لان احنا تقريبا كلنا قابيل يظهر كده. على فكرة وقليل مننا اللي بيناضل علشان يتحسس هابيل تاخد حتة منه. أصل هابيل ده عمل حاجة غريبة قوي، يعني هو المفروض يعني نقرأ عنها كتير يعني في الكتب إذا كانت الكتب اهتمت بيها، إن هو وافق إن أخوه يقتله. يعني هو وافق. قال إذا عايز يقتل لي يقتلني، أنا مش هقتله. هو أبقى على البشرية، لأنه لو كانوا طحنوا كان احتمال يموتوا هما الاثنين. ده يدي لو كان قتله مثلا، لو كان هابيل قتل قابيل كان يبقى مجرم البشريه، والبشريه كانت هتفضل غصب عنهم هما الاثنين، لانه الاثنين يعني ماشي. عبيد لربنا سبحانه وتعالى، وربنا مقرر ان البشريه تستمر. احنا ما بنتكلمش في 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 الحاجات الربانيه. حاضر، نعمل فاصل حالا. احنا بنتكلم في يعني في فلسفه الايه. يعني التصورات، نظريات، كلام، ومش ضروري نبقى مخضوضين. يعني احنا كلنا قابيل يا دكتوره، كتير منين، جزء كبير، جزء كبير من التكوين قابيل. عندنا غل. عندنا تصور انه الاقوى هو كل من يتمسكه بايديك اللي هو العلم القح، اما الاضعف فهو الوجدان، فتجيبه على جنب او يعني تجيبه بعدين. يعني لا تحكم وجدانك كثيرا، ولكن تحكم عقلك في اني هكسب ايه، انا قلقان من ايه، نخاف من ايه،
يعني انا اهاب ايه فاحرص ان انا ابقى دي برضو يعني قله ايمان ولا عدم فهم دقيق للايمان. يعني لان ربنا قال لنا انه لا تعمى الابصار للعلم ولكن تعمى القلوب التي في الصدور للانسانيه. هي دي لما تعمى يبقى البصر ضاع لانه يعني اتوجه غلط. فالعيب حتى مش في العلم، العيب في استخدامك ليه وانت متصور ان انت يعني هتخرق الارض سيد العالم وتطول السماء وانه انت هو الـ 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 العلم بيقولك كده فاحنا لازم نعمل كده، او انه الصح دلوقتي كده، او انه ترتيب الاحداث كده، او انه المنطق بيقولك كده وهكذا. يعني خلينا نعمل فاصل بعد ما دي علشان نتكلم في حاجة تانية. ايه بس انا دلوقتي، بس انا خايف انت دلوقتي بتهجمي على العلم جامد جدا. والعلم هو محور الحياه لنا، ربنا سبحانه وتعالى اقرا علم يعني يعني خلي بالك. يعني انت دلوقتي العلم ده حاجه مهمه جدا يا فندم. ولا نقول إقرأ. بقى ايوه اقرا، ممكن تقرا قراءه اولى، قراءه ثانيه، قراءه ثالثه، يعني القراءه الحرفيه للامور، ثم القراءه اللي بعدها اللي هي ما وراء الكلام، ثم قراءة تالتة تشبك علم في علم كويس، او يعني شيء بشيء. بس يعني احنا ما نقدرش نستغنى عن العلم عشان ما حدش يفهم فينا ان احنا ما بس احنا مش معقول نوضح الصورة. طيب ماشي ماشي. طب انت معاك حق، لان انا ساعات ببقى متصورة ان الكلام مفهوم، لا يظهر ان الكلام دلوقتي ممكن انتهاجمة عن العلم او لا، هو احنا العلم موجود في الحياة. ايوه بس بلا انسانية نبقى احنا عندنا مشكلة ولا بلا وجدان. غلط بلا وجدان. ايوه اللي هو الانسانية مش يعني ايه الوجدان؟ انا دلوقتي مواطن بسيط بتفرج عليك مش عارف ايه وجدان. عموما هشرح لان دول ممكن تبقى جارت اسمها وجدان بس يعني هشرح النقط اللي لقوها في ده الكاركتر او دي الصفات او السمات بتاع اللي عندهم علو في الذكاء الوجداني او المهارات الوجدانيه او القدرات الوجدانيه. كويس نشوف النقط دي. لكن خليني اقول لك عشان نخلص من الجزء ده، انه كمل على لازاروس كان دانيال جولمان اللي هو زميلك الصحفي 95 في كتابه الشهير برين اند ايموشن او المخ والمشاعر، وقال كلمه بقت متطنطن بيها قوي، الاميه المشاعريه او الايموشنال ليتريسي، الاميه المشاعريه. وده كان زي ما قلنا المره اللي فاتت انه كان هدفه انه اذا كان واحد امي ينفع انك تعلمه ازاي يكون عنده وجدان، فيكون عالي الوجدان. يعني مش ضروري لو احنا قبيل نفضل قبيل، احنا ممكن نتعلم كده 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 وندرب روحنا علشان نروح ناحيه هابيل. ممكن جدا كويس. وقال كلمه مهمه قوي تقريبا دي خلاصه يعني كتابه، انه ليه فطنه الوجدان ممكن في اوقات تكون اهم بكتير من فطنه العقل، عندما تكون لها علاقه وطيده ومباشره بالمجتمع. فهو كان هدفه ان كل من يتحكم في عباد الله لابد انك ترتاح ان هو عنده فطنه من الوجدان ترقى الى فطنته العقليه المعرفيه للفهم. كويس. وانه ما ينفعش تقول ده اعلمهم لكنه ياخد اصفار وجدانيه. ما يلزمناش. لو هو جوه المعمل اهلا وسهلا بيه. خليه في شغله. خليه في المعمل. ملوش دعوه بالناس. مع المكن. تمام قوي. اما لو هو مع الناس لابد انه يكون مترقي وجدانيا زي ما هو مترقي معرفيا. طب هنعرف بقى من حضرتك بعد الفاصل النقط اللي اذا ثبتت على فلان يبقى مترقي وجدانيا. حلوه اذا ثبتت. تثبت عليا خالص دي.